مرحبا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد وهالمره من المطبخ بعد زمان على فيديوهات المطبخ. ان شاء الله رجعت لكم بهذا الفيديو بوصفات من عجينه المينفوي. هنعمل حجرب وصفات انا ما عندي جربتها من قبل، يعني من هي العجينه الباستري او المينفوي هون بتركيا موجوده. راح اعمل منها هاي العجينه وصفات كثيره، حتى بالانستغرام البوكس سالت الصبايا عن وصفات سهله مجربينها هن بعجينه المينفوي، فكتبوا لي عنها وانا قريت شوي عن الانترنت يعني طلعت. فقبل ما بلش الفيديو لا تنسوا تنزلوا لايك، تحطوا لايك، واذا كنتوا جدد على القناه لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الفيديوهات اول باول. لاول وصفه حاستعمل تنتين من شرحات المينفوي، هيك الوصف موجود. نقطعها هيك كل قطعة لقطعتين ونحطها بالمقلاية هيك كل تنتين سوا. والحشوة حتكون اما لبنة لبن مصفى يعني او جبنة مثلثة، بس لحتى تستوي هي هون ما بتاخد وقت كتير على الغاز، يعني شغلة دقيقة من تحت ومن فوق من قلبها بتاخد بالشي التاني. متحمسة ادوقها مع اللبنة او اللبن المصفى، انا كثير بحب اللبنة، الجبنة المثلثات ما كثير لي معها يعني ما كثير بحبها. رح احط عليها اللبنة هيك. وعلى هي ححط الجبنة، ابني بحب الجبنة. هلا هو بدوق الجبنة وانا بدوق اللبنة. شوف كيف طلعت. لابد منها هي الحركة، النعناع ظريفة. رح احط من الاثنين دوقهم، اللبنة والجبنة، هاي اثنين إلك طارق، تعال دوقهم كمان. حدوق أول شي تبع الجبنة. هلا هي على الغاز قرمشت وهيك نفشت شوي، بس يعني مو مثل الوقت اللي بنحطها بالفرن بتنفش كثير. بسم الله. ظريفة وسريعة للبراد يعني، بس أنا بفضلها بالفرن أكثر، تنفش أكثر لأن بس يعني منقرشة كمان. بسم الله. اللبنة أبشر، أنا بحب اللبنة لأن بس على عجينة يعني ظريفة على الغاز هيك للسرعة، بس بالفرن تنفش أكثر. بعطيها هاي الوصفة 8 من 10، يعني ظريفة ومو ظريفة بنفس الوقت. طارق دوق أنت شوف عطني رأيك. هاو شو رأيك؟ طيبة. ظريفة؟ ايه ظريفة. قد بتعطيها من 10؟ 8.5. هو أكثر مني يعني. ايه. يعني من عادة ما؟ شوكولا أطيب. شوكولا على الغاز كمان؟ ايه ممكن كمان بتصير. وللوصفة الثانية بدنا بس شوكولا مع الرقايق، حأعملهم ميني رول أو كرواسان، ميني كرواسان. هيك شفتهم عملوها يعني بشكل الكرواسان مع الشوكولا. في كمان عاملينها بجبنة حسب شو حابينها يعني، بس انا حبيت اجربها بالشوكولا بما انه عملنا الوصفة اللي قبلها باللبنة، فحبيت اعملها بالشوكولا. هلا هيك بفتح من هون شوي بس مشان تلفها ما تتكسر. طلع هيك. هي كأنها بدها شوكولا طارق ما؟ هيك حاسة قليلة شوكولا تبعها. هيك احطهم بالنص. لان احنا الوصفه اللي بتعجبنا بنعمل منها كميه بعدين، شو رايك؟ تمام. عشان ما اعمل من وصفه واحده كميه كبيره نعمل كذا وصفه. هلا بالوصفه ما شفتهم عم يحطوا حليب، بس انا ححط لها حليب هيك على وشها مشان ما بعرف حسها تعطيها لون اكثر.
لون حلو يعني. هلا هي العجينه ما بتحتاج تندهن بشيء، بس بحس هيك الحليب او اذا حطينا بياض بيض بيعطي لون احلى. فانا ححط شويه حليب. بعدهم سخنين بس اطيب يعني. شوكولا، محبين الشوكولا يعني. ممكن كمان نضيف على وشها لانه هي العجينة ما بتجي بسكر، فممكن نضيف على وشها سكر. بحط هيك شوية سكر بودرة على وشها، ما بعرف حسة البقلة اكتر هيك. ما بعطيها 9/10 كتير طيبة، بس مع إضافة السكر بدون سكر يعني بتطلع هيك دلع كتير، بس من جواتها حلوة. رح احط لك وحدة. ايه طيبة لما عم تصور انت وتتفرج وتستنى. تفضل. شو قديش تقييمك؟ عطينا نشوف. 9 مثلي ظريفة، ما طيبة يعني، بتنعمل هيك يعني تسكيتة جوع، بتنعمل كنوع حلو ظريفة بس قريبة للحلو أكثر من الكروستان العادي صح؟ ايه حبيتها يعني؟ أطيب اليابلة. الوصفة الثالثة هي السميت التركي بس بعجينة الملفوي. إذا طلعت هاي الوصفة ظريفة هيك ونجحت تماما، أنا أول وحدة حصير أعتمدها وحتى أعملها لبنتي على المدرسة وبعث لها إياها باللانش بوكس. بدنا بس جبنة يعني أي نوع جبنة، أشقوان ظريفة بتحسوا تعملوها كمان سادة، بس أنا حأحشيها هيك بالجبنة وسمسم. وحطيت بدال دبس العنب اللي بيغطوا فيه السميت حطيت نسكافيه وسكر ومي، خلطتهم مع بعضهم يعني وراح نكون فيهم هيك. اول شيء نفرد العجينه. هلا ححط الجبنه بهالشكل، حاسه بنحط ربع كمان هيك سكرها مشان تعطي مدال ال شو اسمها سميت. راح نعملها هيك وهيك، حغطها هون مثل السميد تماما يعني، بس العجينة مختلفة. سكرها منيح عشان ما تطلع الجبنة بنقلب وقت الشوي. الريحة غير شكل. أنا طلعت شوي من هذا الجبنة بس ما في مشكلة، بتكون شوي بس ليبردوا بعدين بندوقه بل ما نحترق كمان كل شوي من الكروسان. شوف 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 منظر طارق، تبي شبعت؟ بس تدوق من هيك تغير رأيك. هاي الأكلة بعطيها 10/10 على قد مو طيبة، والجبنة بقلبها هيك ظريفة مع إنها بردة، تركناها شوي لتبرد لأنه كتير سخنة، بس كتير ظريفة هيك ومنقرشة ومستوية من جوا. فهي من الأكلات اللي بنصحكم تعملوها. شو رأيك؟ أطيب واحد. أطيب وحدة ما؟ ظريفة حتى أطيب، حسيتها من السميت العادي ما؟ لأنه هيك طرية ومنقرشة بنفس الوقت. هاي لحد هلا هي اللي ربحت معنا، السميت بعجينة البليفوي. والوصفة الأخيرة اليوم كمان حنعملها أكلة هيك
جوي وترتيبي لي يعني بالقرفه والسكر والتفاح هيك يعني على صحيه اكثر. فاخترت عندي تفاح اقدار، حطيت قرفه وسكر هيك الوصفه. وهلا هدول القطع العجين حقطعهم هيك، كل قطعه حقطعها بالنص وحاعمل شكل فيها مشان تكمش التفاح هيك وهيك. هيك يعني ححط قلب التفاح يعني كم شرحة، وحرش فوق منها القرفة والسكر. نقلتهم دغري على الصينية لأنه صعب نحطهم هنيك ونقلهم. هعمل بباقي العجينة نفس الشي، هفتحها هيك مربع بالنص وحط اللبن التفاح والهذا قرفة وسكر. القرفة بحس القرفة بتلبق كتير مع التفاح يعني هيك كتير بلبقوا لبعض. خلصتهم ححطهم بالفرن وبس يخلصوا برجع لكم ان شاء الله بأجيكم النتيجة. هي اخر وصفة حندوقها مع انه ما صار مكان للدوقة، بس يعني لازم يدوقها. هاي اربع كاميرا شوف الطبقات كيف نافشة، ريحتها كتير حلوة ريحة القرفة. بسم الله بالنسبة لي أنا هاي الأكلة والأكلة اللي قبلها اللي هي سويت هن الطب، يعني هي كتير كتير طيبة اللي ما بيحبوا كتير السكر وشغلات صحية يعني، فكتير ظريفة. كمان هي بعطيها 10 من 10، واللي قبل استميت بعطيها 10 من 10. طارق دوق اشوف قديش بتعطيها انت. شو رايك؟ انا اطيب بس. هي اطيب شيء. هي اطيب شيء؟ هلا بشوي كان قبل شوي السميت اطيب شيء. هلا صارت هاي؟ اه؟ هي اطيب. معناها التنتين بياخذوا 10 من 10، هي على حلوة هذيك على مالح، صح؟ وطارق كمان رأيه من رأيي إنه التنتين بيفوزوا أكثر شيء السميت وهي الأكلة. أنتوا أنا وصفة من هدول الوصفات عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات إنه منهم أنتم مجربينهم وحابينهم، إذا حابين نوع من هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وإذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الإشعارات أول بأول. بحبكم كثير وبشوفكم بفيديو جديد.